الجيش يبحث شراء دفعة جديدة من الصواريخ الدفاعية لحماية البلاد. شرطي نمساوي يقتل قائده بثلاث طلقات. المستشار في زيارة للمغرب للاحتفال بمرور 240 عاماً على العلاقات الدبلوماسية. شجار دموي بين شبان سوريين يوقع جرحى بحالة خطيرة. وزارة المناخ تمنح 600 يورو لشراء دراجة. ولأنه كان حنوناً عليها، نمساوية تمنح ثروتها لعامل وتحرم أقاربها. مرحباً بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أكدت وزيرة الدفاع كلاوديا تانر أن النمسا تبحث شراء دفعة جديدة من الصواريخ الدفاعية من أموال الميزانية الإضافية للقوات المسلحة. وقالت تانر إن الصواريخ الاعتراضية مطلوبة بشدة في المرحلة الراهنة، مضيفة أنه سيتم استثمار 1.6 مليار يورو في تطوير الحماية الذاتية لمقاتلات يورو فايتر الحالية، مشيرة إلى قيام القوات المسلحة بالاتفاق على تدريب الطيارين في الخارج. يشار إلى أن البرلمان النمساوي اعتمد ميزانية لتطوير القوات المسلحة بعد تصاعد الأخطار في أوروبا منذ اندلاع الحرب. أطلق ضابط من الشرطة النمساوية النار على قائده في اجتماع، ما أدى لوفاته في مركز شرطة تغيبن منطقة شتارمارك العليا وسط النمسا. وحسب بيان الشرطة، تم إطلاق 3 رصاصات أحدها في الرأس قتلت قائد المركز الذي استلم مركزه قبل أشهر، وقد تمكن زملاؤه من التغلب على مطلق النار والقبض عليه، وتم تطويق مسرح الجريمة على مساحة كبيرة، وقد قام فريق الدعم بتقديم المساعدة لأقارب الضحايا وزملائهم في الموقع. سافر المستشار نيهامر إلى المغرب برفقة وزير الداخلية كارنر ووفد تجاري رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى 240 لتأسيس المغرب والعلاقات الدبلوماسية. ويرافقه وفد من رجال الأعمال رفيعي المستوى، وتركز الزيارة على الهجرة والتعاون الاقتصادي. ومن أهم البنود على جدول أعمال الزيارة هو تعزيز العلاقات الثنائية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والحرب على أوكرانيا والقضايا الإقليمية. وسيتم التوقيع على إعلان حول التعاون المكثف بين غرفة التجارة النمساوية والجمعية العامة للشركات المغربية خلال الزيارة. أصيب 3 شباب سوريين في فيينا، أحدهم في حالة خطيرة بعد شجار جماعي بين 5 شبان يقيمون في شقة مشتركة. وحسب الشرطة، أصيب 3 منهم بجروح خطيرة طعنا باستخدام سكين مطبخ، بينما يدعي أحد المشتبه بهم أنه كان نائما وقت وقوع الجريمة، فيما التزم الثاني الصمت بشأن الشجار. وأعلنت الشرطة أن الشاب الذي كان بحالة خطيرة قد تجاوزها، وقد طلب المدعي العام بنقل المتهمين إلى السجن حتى استكمال التحقيقات. أعلنت وزارة المناخ دعم شراء الدراجات القابلة للطي بما يصل إلى 600 يورو، بشرط أن يكون لدى المشتري بطاقة سنوية لوسائل النقل العام. وحسب وكالة الأنباء النمساوية، تساهم الوزارة بما يصل إلى 450 يورو في الدعم، ويغطي 150 المتبقية تجار التجزئة، مؤكدة أنه عند طيها يجب أن لا يزيد حجم الدراجة عن حقيبة سفر عادية يمكن اعتبارها أمتعة في قطارات النمسا. إضافة لذلك، أعلنت عن دعم يصل إلى 1000 يورو للدراجات الكهربائية. أثارت قصة لامرأة في النمسا السفلى موجات من الاستغراب، فبدلا من توريث أقاربها منحت المرأة ثروتها البالغة أكثر من 3 ملايين يورو لعامل. بدأت القصة عندما انتهى الأمر بالمرأة في المستشفى بسبب حالة طبية طارئة، وبدلا من أن يكون أقاربها حولها
تم استدعاء العامل من قبل المشفى الذي حددته المرأة على أنه جهة الاتصال الخاصة بها في حالات الطوارئ، وأقام العامل علاقة جيدة مع السيدة، ولهذا منحته كل ثروتها. ووفقا لمحامي الأقارب فإن كل شيء قانوني، أما الأسرة فلا حول لها ولا قوة. وعلى قولة المثل، حظ أعطيني وبالبحر رميني. سلام عليكم. لا بتزعل المخرجة. لا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة، إلى اللقاء.